اهلا بكم في فيديو جديد من قناه تفجير وتدمير. قبل ما نبدا الفيديو حاب اعرفكم ان في عندي قناه تانية للكوميديا والضحك اسمها قناه فادي عضلات، هتلاقوا اللينك في الديسكريبشن. اشترك وفعل زر الاشعارات عشان يجي لك اشعار بكل جديد، ويلا بينا نبدا الفيديو. في الحقيقه يا جماعه جالي دعم جديد امبارح، تعالى اوريكم رساله الدعم. الدعم جالي من مينا صبحي بدولار، وكاتب لي الرساله ديت: بالتوفيق يا فادي، ويا رب تحقق كل احلامك وتوصل 100,000 مشترك يعني في اقرب وقت. مينا صبحي، شكرا جدا يا مينا، وشكرا لكل الناس اللي دعمتني. يعني كده على فكره يا جماعه لغايه دلوقتي انا كده يعتبر مجمع $32 في 4 ايام، ودي حاجه كويسه جدا جدا جدا. عايز اقول لكم بقى على حاجه مهمه يا جماعه، يعني مشكله بتقابل ناس كتير. في ناس كتير تقول لي يا فادي احنا دعمناك، تمام، واجي ابص على الستريم لابس يعني ما الاقيش ان الدعم ده وصل. فالناس بتبقى مستغربه، يعني في ناس تقول لي يا فادي انت متاكد احنا فعلا دعمناك؟ ازاي الفلوس ما وصلتش؟ انا هقول لكم اللي ممكن يكون بيحصل ايه. طبعا يا جماعه اول حاجه زي ما اتفقنا ان انت عشان تدعمني اصلا بتقوم نازل تحت الفيديو، هتلاقي اللينك ده لدعم القناه ماديا، وهتلاقي اللينك ده بتقوم دايس عليه، وبعد كده هنا بتيجي تقوم محدد المبلغ حسب ما انت عايز، $1 $5 ايا كان، بتحدد المبلغ من هنا. بعد كده بتكتب الدونيشن مسج اللي هي الرساله اللي هتظهر جنب الدعم، مثلا زي ايه: بالتوفيق يا فادي انا بحب قناتك جدا مثلا يعني، تمام. وهنا بتختار صوره، يعني مش مهم اول الحاجات دي، المهم يعني. وبعد كده بتدوس ايه؟ دونيت. بعد كده بتدوس من تحت هنا دونيت. حلو الكلام. بعد كده في الاخر كلمه سبميت دونيشن. التركه بقى في الموضوع هنا ليه؟ اقول لكم، في مواقع كتير لما بتدوس كلمة سبميت بيبقى دي نهاية الحاجة، يعني ان الحاجة انتهت. بمعنى مثلا انت تيجي تعمل اكاونت على الجيميل او على الياهو او ايا كان، بعد ما بتخلص الاكاونت خلاص وظبطت بياناتك كده، في الاخر بتدوس سبميت بيبقى الاكاونت اتعمل. يعني كلمة سبميت دي بتبقى اخر خطوة، اللي هو خلاص انت كده خلصت. لكن هنا سبميت ما بتكونش اخر خطوة، انت اللي عملته اللي فات ده كله انت كده ما بعتليش فلوس لسه. انت كل اللي انت عملته ده انت جهزت للدعم لكن ما بعتليش فلوس لسه. يعني انت كتبت القيمه وكتبت الرساله، لكن فين بقى مرحله انك هتبعت بجد من الفيزا بتاعتك الفلوس؟ لسه دي ما تمتش. عشان كده اللي حابب اقوله لكم ان بعد ما تدوس سبميت استنى بقى لسه كمل بقى. من الاخر بعد السبميت بيبتدي بقى، بيبتدي الدعم مش بينتهي. بعد السبميت لازم تخش على الاكونت بتاعك، هيفتح لك تلقائي صفحه الباي بال، تقوم بقى كاتب البيانات بتاعتك اللي هو الايميل والباسورد وعامل لوجن عشان تبعت بقى الفلوس بجد. اللي فات ده كله ما هو الا تجهيز بس، تجهيز ان انت بتقول للبرنامج اسحب قد كده من الفيزا بتاعتي واعرض لي الرساله ديت في الدعم. لكن فين بقى الدعم؟ لسه ما كانش تم. فهمت قصدي؟ عشان كده في ناس كتير وانا متاكد واثق ان هم بيعتقدوا ان سبميت دونيشن معناها ان الفلوس اتبعتت. لا، ما بتكونش اتبعتت، ده لسه في مرحله ثانيه. المرحله الثانيه دي هي الاساسيه، هي اللي هي مرحله ارسال الفلوس بجد. فاتمنى تكون وضحت الفكره، وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. عشان تعرف تشوف فيديوهاتي الجايه بكل سهوله، كل المطلوب منك هو انك تعمل اشتراك عن طريق ان انت هتروح على الزر الاحمر اللي اسمه اشتراك، هتدوس على الزرار دوت، يبقى انت كده اشتركت في القناه. لكن مازال في خطوه مهمه قوي ناقصه لازم تعملها، وهي انك تدوس على زرار الجرس عشان يجي لك اشعارات بكل جديد. واتمنى لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير للفيديو عشان تساعدني ان القناه بتاعتي تتطور، وبالتالي اقدم محتوى احسن. وشكرا جدا ليكم، والى لقاء اخر في فيديو جديد.